مرحبا بكل شباب هذه الأرض. أنا رمضان منير وعمري 32 عاما. عشت حياة استثنائية ولم أقدر مدى استثنائيتها حتى الآن. إن عالم الكائنات الحية أعجوبة فريدة ومذهلة. لكن الطريقة التي نعيش بها الحياة نحن البشر على الأرض تجعل ذلك العالم في حالة تدهور مستمر. لقد اجتاح الجنس البشري العالم. إننا نستبدل البري بالمروض. نحن نقوم بإدلاء شهادتنا من خلال أفلامنا الوثائقية ورؤيتنا للمستقبل. كيف أصبحنا أكبر عدو لكوكبنا الصغير؟ وكيف لا يزال بإمكاننا تصحيح الوضع؟ يتجه كوكبنا نحو كارثة حقيقية. نحن نحتاج أن نتعلم كيفية التعاون مع الطبيعة بدلا من محاربتها. فقد خلق الله سبحانه وتعالى كل شيء بمقدار وسبب حكيم، فكل كائن حي لديه دور وهدف هام في الحياة. كل عام تأتي أجيال جديدة إلى الحياة في رحلات بكر ضبطت مواقيتها مع الشمس. وتظل الأم باسطة على فرائس جدد، عاملة بجهد من أجل التوازن البيئي، فقد جبلت من الخالق على أن تكون وظيفتها حماية البشر، فما هم إلا حراس الليالي القاتمة.